وعشان البراوني لوحدها ما بقتش كفاية فقررنا نعملها النهاردة بالكراميل. هنحط البيض مع السكر وهنضربهم كويس. خلي بالكم انتوا مش محتاجين ميكسر للوصفة دي، ممكن تعملوا كل حاجة بايديكم. انا بس بحب البراوني بتاعتي شوية زي الكيكة بس يعني اكثر كثافة، فعشان كده بضربهم مع بعض. لكن انتوا طبعا ممكن تعملوا كل حاجة بايديكم لو بتحبوها اللي هي القوام الطبيعي بتاعها. هنضربهم بس كويس في الحالة دي لو انتوا بتحبوها زيي، ولو ما بتحبوهاش زيي بتضربوا كل حاجة بايديكم عادي. اتأكدوا بس ان انتوا دوبتوا السكر كويس. وبعد كده هنحط المكونات الجافة كلها اللي هي الدقيق والملح وبيكنج باودر والكاكاو. في وصفة اي كيكة في الدنيا بعد ما بنحط الدقيق ما بنضربش كتير خالص، بنتأكد بس ان الدقيق يعني اتمزج كده مع بقية المكونات، وبعد كده بنقفل على طول سواء ميكسر او بايديكم. واخر خطوتين هما الشوكولاته والزبده السايحه. في الشوكولاته بس اتاكدوا ان هي طعمها حلو اصلا، لان مش كل شوكولاتات الخبز بيبقى طعمها حلو. انا هنا مستخدمه ميكس ما بين شوكولاته 60% وشوكولاته تويكس، عشان انا حطيت كراميل فقلت احط حاجه فن من جوه كده يبقى طعمها لذيذ وممكن تدي قرمشه سن. خلي بالكم انتوا لو البراونيز انتوا خلطتوا كل المكونات بايديكم مش هتبقى يعني جامده كده معاكم زي ما انا بخلطها. انا بس علشان سبت السكر يتضرب كتير مع البيض عشان كده بقت شويه تقيله، لكن انتوا لو عملتوها بايديكم كلها هتبقى سهله معاكم ما تقلقوش. واخر خطوه هنحط الزبده السايحه وهنفردها على صينيه بسكوت، مش هنحطها في صينيه غويطه. ولازم طبعا نكون مسخنين الفرن على درجه حراره 175 او 180 قبلها مثلا بربع ساعه علشان تدخل على درجه حراره مظبوطه. للناس اللي ما بتعرفش تظبط درجه حراره الفرن قوي حاولوا بس درجه حراره تبقى واطيه يعني لمتوسطه، ما تبقاش واطية قوي وما تبقاش برضو عالية أو متوسطة بس، علشان يعني ده ممكن يحرقها، لأن هي بتقعد في الفرن بس 25 دقيقة 30 دقيقة. وخلي بالكم انتوا ممكن تحسوا ان هي طرية شوية، مش مهم، برضو اقفلوا عليها عند 30 دقيقة بالظبط. ودلوقتي بقى هنعمل صوص الكراميل اللي هنحطه من فوق. هنجيب علبة لبن مكثف محلى وهنحطها في مية ونغليها لمدة ساعتين. لازم المية تكون مغطية العلب وكل شوية نزودها علشان ما تنقص وعشان تستوي كلها من جوه بنفس الدرجة. بعد ما تقعد تغلي ساعتين في المية هنفتحها، هنسيبها تهدى طبعا الأول عشان ما نتحرقش، وبعدين هنفتحها هتبقى بالشكل ده. هيبقى أسهل وأحلى صوص كراميل هتاكلوه في حياتكم. بس ممكن بس قبل ما تحطوه على البراوني تحتاجوا تسيحوه في المايكرويف كده يعني 30 ثانية أو 20 ثانية عشان يتفرد معاكوا بسهولة. بس خلاص بعدين هنحط على البراونيز بتاعتنا وبألف هنا وشفا. دي كانت وصيتنا النهاردة، شوفكوا الفيديو اللي جاي. باي باي.